طبعا بما ان العام الدراسي ما بقي عليه شيء وينتهي، مبروك يا طلاب وطالبات. والحين اعتقد ان كثير من الطلاب الخريجين يعني حديثهم او اهتماماتهم انهم ينسقون لانفسهم حفلات تخرج، ولكن يمكن بعد الصدمة اللي راح تواجههم هو أن بعض الأسعار المبالغ فيها في التصميم أو التنسيق أو الترتيب لحفلات التخرج. طبعا زميلنا مبارك الكويكبي سأل هل ممكن تحتفل بتخرجك بتكاليف عالية؟ خلونا نسمع آراءكم في قول رأيك. في كل مراحل الدراسية الى المرحله الجامعيه ولا مره سويت حفل تخرج، او ولا مره صادف انه يكون لي حفل تخرج. اخرها في الجامعه كان للاسف جائحه كورونا، فبالتالي ما قدرت اسوي حفل تخرج، لكن اذا جتني الفرصه اكيد بسوي حفل تخرج كبير تعويضا عن السنوات كلها والمراحل كلها. طبعا اسوي حفله مرتفعه التكاليف، يعني انا بالنسبه لي احلى من يوم زواجي صراحه. متخرج اكيد. والله على حسب، اذا تخرج مثلا من ثانوي ولا تخرج من جامعه يعني تفرق. إذا مثلا من جامعة تخصص قوي أي تستعد أنك تدفع الكثير. فجميل أنه يكون في حفلة بسيطة يعني تعكس هالفرحة اللي هو التخرج. والله أنا زي ما قلت لك، أنا أشوفها على حسب استطاعة الشخص، وأنا أشوف التكاليف الباهظة يعني مهم مكانها، يعني الإنسان على حسب قدرته، وفي نفس الوقت كل ما كان ستايل يعني اخف كل ما كان افضل. المفروض مراعاه ان التكلفه لو هيعملوا حفله تكون في مراعاه كل طالب، وانها مثلا بدل شاليه بره فتكون في المدرسه. ممكن الامهات لو تعمل اشياء بسيطه زي كيك او اي اللي تقدر عليه، تبقى مشاركه لطيفه بزي المدرسه بحاجه بمشح بسيط، مش لازم زي يتفصل عند خياط مثلا يوصل سعره 400 ريال. لا مش الكل، يعني انا ضد الغلاء الزايد لان مش كل الطلبه معاهم ان هم يعملوا نفس بعض. يعني يعني كان في نقاش الصراحة حار بيني وبين ريم إنه حفلات تخرج وكذا، فحبيت بعض الآراء، وحبيت واحد من الشباب قال أهم من يوم زواجي، وصراحة أنا أتفق معك يعني ريتويت للأمانة. لكن خلينا بسألك ريم، وش رأيك بالتكاليف حقت حفلات التخرج، وأنت يعني كيف تشوفينها بوجهة نظرك؟ مبالغ فيها ومبالغ كل شيء اللي بيحصل. صراحة أنا تخرجت ابتدائي ومتوسط وثانوي وجامعه وماجستير، وعمري ما سويت حفله تخرج، ما عاد الحفله الوحيده اللي حضرتها حقت الماجستير، يعني اللي هي الحفله حقت الجامعه نفسها. لكن اني انا اسوي حفله واعزم فيها صحباتي، مع اني رحت يعني حصل شفت زميلاتي ما شاء الله تخرجوا من الجامعه وسووا حفله تخرج ورحنا وباركنا لهم يعني. أوكي. بس ما ادري ليش ما كنت اصلا مهتمه في الموضوع. أوكي. ما كان يعني حسي، بس حلو حفلات التخرج لما تكون عائليه، الام والاب لما يفرحوا بولدهم أو بنتهم إنه تخرج، كيكة بسيطة، فرحة في البيت، هذه أنا أسميها دي مهمة، دعم الأم والأب والأخوان الأخوات للخريجة الجديدة اللي في البيت، هذه أحس إنها أهم من الحفلة الكبيرة اللي فيها زفة وناس وكذا. يعني ما أدري، هذا رأيي، أنت إيش رأيك يا مها؟ أنا رأيي إنه أنا أدور سبب للاحتفال. هذا هو السبب، لأنه فعلا يعني شوفي أنا قاعدة أكرف ودراسة واختبارات وسهر ونفسية وحرمة نفسي من أشياء كثير عشان أجيب هذه الشهادة ومعدل يعني يشرف ومعدل يرفع الرأس، وآخر شيء ما أحتفل. لا والله أحتفل وأحتفل وأحتفل وأحتفل. أنت الصراحة حمستيني أعرف معدلك الصراحة بالكالوريوس. لا أنا يعني والله معدلي 3.8 من 4. من 4؟ من 4. آه أوكي. أي. فالحمد لله يعني كويس، يعني تخرج مع مرتبة شرف الحمد لله، وتخصصي ما كان يعني تخصص سهل، بس أنه أنا حابة هذا التخصص، وكان يعني أنا بالنسبة لي يعني جهاد الصراحة، لأنه كان غربة وكذا، وأنت تعرفين يعني يمكن هذا الموضوع. لكن على قولتك صح أني سويت حفلة تخرج، لكن أقول لك سر الصراحة، هو مو مرة سر، بس أنا حفلة التخرج اللي مرة انبسطت فيها وحقيقي حسيت بفرحة اللي كانت مع أهلي.
لأنه هي حفلتين، واحدة صغيرة حقت العائلة، الأم والأب وإخواني وخواتي وكذا، هي اللي صدق صدق مرة حسيت شفت الفرحة في عيونهم أصلاً، وقد إيش هم مبسوطين وفخورين فيني ويعني يشجعوني يعني من قلبهم. حتى الحفلة الثانية مرة انبسطت لأنه جمعت فيها الناس اللي أحبهم وصحباتي أكيد طبيعي، لكن يعني كانت كذا هذه عشاني، كانت عشان أنا أفرح، بس الصغيرة كانت عشان العائلة. فأنا مع أنه أول شيء سوي لأهلك مهما كان، سواء مع مدرسة أو جامعة أو زملائك أو زميلاتك، أهم شيء أهلك تفرحهم. يعني أحس حرام هم اللي صبروا معاك ودعموك وكانوا واقفين جنبك، هم الأول أنهم يفرحون أول، بعدين تفرح الناس اللي هم صديقاتك أو مثلا الجامعة أو أيا كان، يعني عادي من حقك. بس التكاليف المبالغ فيها برجع أقول أنا ماني معاها يا ريم، أنا مع الفرحة بغض النظر عن التكاليف، بس أنا مع أنه بدل ما أنت تحط هذه المبالغ في حفلة تخرج خذها كاش، خذها هدية. أيوة يا ماما والله العظيم صح ولا لا؟ يعني أنت أصلا توك طالب، توك ولا أنت طالبة، توك متخرج، فما عندك مصدر دخل، ولو كان عندك مصدر دخل أنا متأكد أنه بسيط. فيعني اللي بيدفع تكاليف الحفلة هذه حطها في جيبك وانبسط، خليها هدية تخرج، استفيد منها. يعني اشتري فيها حاجة تدوم لك مثلا أو استثمرها أو أيا كان. فأنا أشوف البذخ الزايد في الحفلات بشكل عام سواء تخرج أو زواج أو ميلاد أو أيا كان ما هو يعني ما هو شيء أنا أشجع عليه الصراحة. اللي هو في اللمة مين اللي يجي مزبوط. أو في المكان أو الناس اللي يحبونك هذا أهم شيء. صح كلامك، وأنا أشوف كمان أنه حفلة تخرج للجامعة في مكانه لازم يكون في حفل جماعي اللي هي حفلة الجامعة هذه حلوة. لكن معلش بنتي طالعة من سنة ثالث راحة سنة رابع أسوي لها حفلة تخرج في الفندق ليه؟ يعني بعض المدارس صراحة عندهم أشياء غريبة، يعني حفل تخرج ويتدربوا وينسوا الحصص وما يذاكروا كويس ويتلهوا بأشياء. يعني من جد أنا شفت دكتورة سارة العبد الكريم أتكلمت في هذا الموضوع، طب إيش بحوش المدرسة؟ إيش بالطالبات لما يخرجوا يسمعوا الأناشيد اللي أخذوها طول السنة على الأقل حفظوها قبل الاختبار؟ ليش لازم يكون في أشياء غريبة يعني تانية لازم يكون في فندق؟ في اقترحت اقتراح دكتورة سارة رهيب انه حفلات التخرج بياخدوهم مثلا العائلة على مزرعة مثلا ويكون فيها الام والاب واطفالهم، يعني الاب حاضر والام حاضرة والطفل حاضر والعوائل تتعرف على بعض. يا سلام على هذه حفلة التخرج الصراحة، هذه فكرة حلوة يعني في افكار صح. بديلة كثير يعني، وهذا شيء مرة حلو انه نحتفل بحفلات التخرج في المكان المناسب وبالشكل المناسب، وبأهم شيء حفلة تخرج الجامعة. عارفة مها؟